يدلي اليوم الأحد 15 مليون ناخب إيطالي بأصواتهم في الدور الأول من انتخابات بلدية تشمل 1300 بلدية في اقتراع يعد اختبارا ببعد وطني لما ستكون عليه الخريطة السياسية وموازين القوى لاحقا في هذا البلد. بلدية روما تبقى المحك والمخبر لهذا الغرض. الدورة الثانية للانتخابات تنظم في 19 من يونيو حزيران. روما تعاني من نقائص في إدارة شؤونها بما فيها جمع النفايات. كيف يمكن لعاصمة بلدنا أن تكون على هذا المستوى ومن القدارة؟ الوضع مخزن بالنسبة لمدينة روما. يا للعار يا للعار. وسائل النقل العام تعاني من القدارة والشوارع تملأها النفايات. انظر إلى هذه الطريق، إنها مليئة بالحفر. فيرجينيا راجي المحامية ذات 37 عاما من العمر المدعومة من الممثل الفكاهي الذي تحول إلى السياسة بيبيغريو وحزبها اليميني خمس نجوم، تملك الحظوظ الأوفر للفوز بعمدة مدينة روما التي تدار دون عمدة منذ استقالة سيدها السابق قبل أشهر. اليمين منقسم على نفسه بين الداعمين لجورجيا ميلوني مرشحة رابطة الشمال اليمينية المتطرفة وفراتيلي دي إيطاليا من جهة، وألفيو ماركيني المرشح المستقل المدعوم من الأحزاب اليمينية الوسطية وسيلفيو بيرلسكوني. أما اليسار الوسطي فيعول على روبرتو جاكيتي.